الأخوة المتابعون في كل مكان، حضورنا الكريم والكبير الذي شرفنا في هذا الميدان العريق، نحييكم مرة أخرى، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. شوطنا 11، شوط المحليات، الانتاج للمنتجين والسجلات الذهبية حاضرة هنا. هنا اسماء لامعة، اسماء صالت وجالت تشاركنا وتتلألأ مع هذه المشاركة الذهبية، مباشرة الى تعداد النجوم الساطعة، مباشرة مع الانتاج والمنتجين، مباشرة مع هذه البطلة في المركز الاول، المركز الاول والصدارة والقيادة السمحة، وتعود ملكية سمحة للسيد سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، تليها مباشرة طرب احمد بن مبارك بن قران المنصوري مع المركز الان الثاني، الدور المركز الثالث طرفاشة رقيط بن سيف بن رقيط الغفلي على ثالث الاسماء، الدور للرابع، الرابع شواهين للسيد عبد الله بن حمد بن سالم العود العامري مع المركز الان الرابع. انتقل الى المركز الخامس. المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء الغزيل للسيد بطي بن حمد الكتبي مع تحديات هذه الاسماء، بينما بدوري انتقل الى هذه ايضا الواصل النصيبة مبارك بن يمعة بن مغير الخيلي مع تحديات ومع إثارة وقوة وانطلاق، بينما الاسم القادم ياهي 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 أسماء وياهي شعارات وياهي قوة وانطلاقات، يا سلام، الوصول الوصول والتحدي والتسلل من مركز إلى مركز مع هذه المحنة، سيف بن مصبح بن كاسب يا مرحبا يا بن كاسب يا المسافري، بينما المركز الثامن، المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الاعزاء سمحة حمد بن سيف بن مايد المزروعي مع إثارة وقوة، بينما كذلك انضمام من صروح سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي، وعلى المركز العاشر، المركز العاشر هناك اللي تتسلل هناك اللي تتدخل جبارة سيف بن محمد راعي الشيجة العامري مع تحديات وإثارة. هذا نداءنا الأول مشاهدينا الأعزاء، هذا خطابنا الأول لإذاعة العشرة المراكز الأولى المتقدمة، يا سلام. ونعود إلى البداية، نعود مع هذا الشعار، نعود مع شعارك يا أبو سالم، سق الله دارك، سق الله دارك يا أبو سالم، بسم الله ما شاء الله، عون ولون وانتاج وناموس وسلالة، اذكروا الله وصلوا على النبي، بسم الله ما شاء الله. هذه سمحة، هذه سمحة وسمح الله طريقها هي وكل المشاركات يا رب العالمين يا الله. سمحة سمحة سهيل بن سالم الخيلي مع مقدمة الأسماء، الدور دور المركز الثاني، الدور دور طرب أحمد بن مبارك بن قران المنصوري المنصوري، بينما اخذ المركز الثالث، المركز الثالث هذه ايضا اللي داخل بكل قوة شواهين عبد الله بن حمد بن سالم العود العامري مع المركز الثالث الان، وبن زاهرة بن زاهرة بن زاهرة ايضا هنالك دخول وتحدي من قبل صروح صروح، يا سلام، سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي مع المركز الثالث والثاني وعينها على المقدمة. انتقل الى الاسم القادم، انتقل الى هذه القادمة بكل قوة، محنة محنة سيف بن كاسب المسافري، يا بن كاسب يا بن كاسب، الله 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 الله، تحدي وقوة وناموس وصراع الكبار، صراع الانتاج ما شاء الله، حاضر مع طرفاشة كذلك بكرة وناقة الغفلي، هذه الحائل بسم الله المنطلقة أتت بكل قوة وبكل انطلاق. هنا طرفاشة رقيط بن سيف بن رقيط الغفلي مع هذه الطرفاشة مع هذه الحاضرة بكل قوة، بينما القدوم بينما الإثارة بينما التسلل، هناك من الزوايا الأخرى وصول
وإثارة وقوة وانطلاق رائع. وملحوظ الغزيل بطي بن حمد بن حضير الاكتبي الواصل مع التحديات ومع الإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. قوة أيضا أخرى من الشبلة سعيد بن علي بن قصنة العامري. يا سلام. بينما دخول على المركز العاشر، وصلنا العاشر الآن، هذه لحظات وصول التسلل سمحة. حمد بن سيف المزروعي يا بن مايد يا بن مايد يا بن مايد ما شاء الله. عوده عوده عوده. غادرنا الأربعة ونرحب بأربعة أخرى، نرحب بأربعة أخرى. هذه سمحة لا زال أبو سالم بقيادة سمحة متمسك بقيادة المراكز، وتجر لها من الحيل ومن الحول من خيرة الانطلاقات في الانتاج شوطنا الاول في هذه المسيرة وبهذه الخطوات. هذه ايضا الملاحقة هنا ايضا اهل العين، اهل دار الزين، اهل رملة الراعي، واهل النايفة، واهل الخيرات، وابن زاهرة مع المركز الان الثاني. يا سلام يا صروح. سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي مع المركز الثاني. المركز الثالث شواهين عبد الله بن حمد بن سالم العود سعيد العامري. الله 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 الله. المركز الرابع طرب يا طرب بن قران حاضر مع طرب احمد بن مبارك بن قران المنصوري يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس يا سلام. عندما تحضر المحن فهذه محنة ما تجيب الا محنة الناموس، محنة الخيرات. سيف بن مصبح بن كاسب المسافري ما شاء الله. بينما التسلل الناعم والملحوظ من قبل الجبارة سيف بن محمد راعي الشيق العامري. يا سلام يا سلام. 3 كيلومترات يا اخواني، 3 كيلومترات ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. لمن السلام؟ لمن؟ الناموس؟ لمن؟ عندما نقول طعم الانتاج غير، اهل المشتريات يزعلوا، ولكن نقول الكل فائز مع الناموس. سواء انتاج فهي غالية، سواء مشتري دافع الملايين فهي غالية، فالكل غالي، ولكن المربط غالي والانتاج غالي والذهب مرتفع والعيار 24. الله 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 يا العامري. الله الله يا شواهين. الله الله يا شواهين هذه الماركة القديمة المنجزة المسطرة مع الذهب ومالكها ذهب. عبد الله بن حمد بن سالم العود العامري كيلوين ونصف يا اخواني. بينما سمحة ابت الا ان تكون في المقدمة وعادت مرة اخرى، وهذا ابو سالم يتابعها وسمحة ياما وياما الله سمح طريقها مع الفوز. ولا زالت في الانجازات، لا زالت في البطولات، لا زالت التحديات. وهنا ايضا المركز الثالث، هنا صروح سعيد بن خليفة بن زاهرة الخيلي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الدور المركز الرابع يا اخواني. طرب اطربهم يا بن قران، اطربهم كما عودتهم. جماهيرك محبينك عشاقك جماهيرك، كل ناقه هني يا اخواني، وكل حائل ولها جمهور، وانت هذا الشعار كذلك. كل مالك وله جماهيره وله مؤيدينه وله محبينه وله عشاقه، من كبير ومن صغير، من بعيد ومن قريب، ويدعون الباري عز وجل بالتوفيق لكافة الشعارات. بينما القدوم والتحديات والإثارة، ارحبوا جميعا. هذه لحظات الوصول. الغزيل بطي بن حمد الاكتبي يتابع هذا الغزال، وهذه الأمورة، وهذه الدلوعة، وهذه البطلة اللي وصلت وتغير من مركز إلى مركز. بينما انضمام النصيبة بن مغير مبارك بن يمعة مبارك وانت مبارك. وهذه النصيبة معك يا الخيلي. بينما هنالك الهدة المرر محمد بن أحمد بن عبد الله المرر
الضرر، مالكا للهدة، مالكا للهدة. الله 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 الله، عودة 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 بعد الغزي العودة وبعد الأسماء عودة. أوه 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 يا أبو سالم يا أبو سالم يا أبو سالم يا بعدي يا أبو سالم يا بعدي، حفظها الله حفظها الباري عز وجل، هي وكافة الأسماء. الخيالي يا الخيالي الخيالي يا الخيالي الخيالي يا الخيالي، أهل الخزنة وأهل الختم، أهل العين وأهل أبو ظبي، كلهم يتابعون سمحة، كلهم يشجعون سمحة، كلهم يدعون لمالكها وعشاقها وأصالتها. وهذه هي هذه هي سمحة، لا زالت في مقدمة الإنتاج، ولا زالت في مقدمة القيادة، ولا زالت في مقدمة الأسماء. الله 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 الله، شواهين عبد الله بن حمد بن سالم العود العامري مع المركز الثاني. ولكن ولكن لما النصر يحبك ولما الفوز يحبك وانت تحب الفوز والنصر، تقتني مثل هذه السلالات وتحافظ وتحافظ وتعاني وتعاني وتشد الحيل وترفع الراس لما تشارك، ترفع الراس لما تشارك. لما لا يا ابو سالم؟ ولكن الخطورة الخطورة لا زالت الخطورة قادمة. هذه شواهين عبد الله بن حمد بن سالم العود، وكذلك طرب احمد بن مبارك بن دران المنصوري. ولكن سمحة ازف التهاني والسلامات لك يا ابو سالم، لك يا عزيزي، لك يا ابو سالم. سلام سمحة، سلام سلام الخيالي، سلام سلام ابو سالم، سلام سمحة سهيل بن سالم بن سهيل الخيالي على المرتبة الاولى، حفظها الله. وصل المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء، الوصول من طرب احمد بن مبارك بن قران المنصوري اللي ادت وكفت وانجزت وابدعت. المركز الثالث شواهين عبد الله بن حمد بن سالم العود بن سعيد العامري، بينما المركز الرابع كان من حضور الغزيل بطي بن حمد الكتبي. وفي المركز الخامس كان من نصيب صروح سعيد بن خليفه بن زاهر الخيلي. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا 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 سمحة. وهذا هو سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. توقيت هالزمن 12 دقيقة 53 ثانية وستة أجزاء من الثواني. سلام الخيلي، سلام وسلام سمحة، سلام. 12 دقيقة 55 وخمسة أجزاء من الثواني اللي أدت هذا العرض الرائع ويشكر عليها المنصوري. سلام بن قران، سلام سلامي على طرب مالكها. المركز الثالث اللي ما قصرت، المركز الثالث 12 دقيقة 56 ثلاثة أجزاء من الثواني، فكانت شواهين. وسلام يا بالعود، سلام عبد الله بن حمد بن سالم بالعود بن سعيد العامري مع شواهين التحديات. هكذا سمحة، وهذه هي نتيجة الانتاج الشوط الذي مضى قبل قليل. شوط قادم وزميل قادم وقصة أخرى قادمة بإذن الله لكم من المتابعة.